السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان. الدعائم الاثنتي عشر الأكثر قوة للحب، نحن أتينا وجدنا فعلا 12 دعائم للحب ومفهوم صحيح للحب كما ارتأيت، هم 12. أولا، الحب هو الشعور بالوداد والمحبة والولاء والأخلاص والتواضع. 2، الحب هو امتلاك مشاعر إيجابية تجاه تقدير القيم البشرية العظيمة التي يمتلكها كل إنسان بغض النظر عن انتمائه. 3، الحب هو التسامح والتقبل بشدة، بل الاستسلام بأن الإنسان ليس عدوا للإنسان. الحب هو عندما يخرج الشخص من الدائرة الداخلية والشعور بالطيران في الفضاء الخارجي والدوران حول الأرض والبدء في رؤية جميع الأحداث الماضية مليئة بذكريات جميلة وشعار كأنها رحلة أبدية لن يعود أبدا إلى الأرض، ولكن المفاجأة تأتي بأنها مجرد رحلة مؤقتة إلى الفضاء قبل عودته إلى الأرض لتقوية الرحمة والمحبة والامتنان لكل إنسان على هذا الكوكب بكلمة جميلة مثل أحببتك حب الله فيك أخا لك. الحب أول حدث تشهده لحظة ولادتك من تلك الوجوه الجميلة التي حاطت بك بترحيبك واسع كضيف جديد على هذا الكوكب الجديد لك. الحب هو الرعاية التي لا حدود لها التي تلقيتها خلال طفولتك من أفضل الأشخاص الذين أظهروا تعاطفهم معك. الحب هو الشعور الذي تلقيته في كل الأحداث وموجود في كل مكان على وجه الأرض. الحب هو الشعور، هو شعور غامض يحمل بقوة إرادة عقلك على الباطن من أجل تحويل كل شيء بحولك إلى أروع الأحداث. الحب هو الاحترام المتبادل بين شخصين أو مجموعة من الناس ينتجون الثقة المتبادلة في تحقيق نتائج نبيلة. الحب هو عندما تمتلك مشاعر نبيلة في تقديم الخدمة الإنسانية دون انتظار أي مردود مقابل ذلك. الحب هو أقوى سلاح من جذور الإيمان في شعور بوجود مؤقت في هذا العالم من أجل المساهمة في بناء الحضارة الإنسانية التي تخدم كل جيل الحالي وجيل المستقبل. الحب هو إيمان يقود المؤمن بأنه أتى من السماء، مع قوة الإيمان بعودته من حيث ما أتى والعيش
حياة أبدية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل تعالى التوفيق لكم. وكما ارتئينا بهذه معاني الحب، الحب ليس مجرد غرام بين الشخصين، بل كلمة أكثر من ذلك. لذلك أحب أقول لكل إنسان: أحببتك حب الله فيك أخا لك، أو أحببتك حب أفلاطوني. بإمكانكم تبحثون إيش معنى حب أفلاطوني. حب أخوي، حب من أخ لأخيه ولأخته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.